اللهم لك الحمد أن بلغتنا رمضان، فارزقنا بفضل أيامه المباركة نسيان ما لا نطيق تحمله. اللهم إنا نعوذ بك من حزن يطوينا ومن هموم الدنيا وأوجاعها. اللهم فرحة تنير ما أطفأته الخيبات فينا. اللهم إنا نسألك يسرا ليس بعده عسر، وأمنا ليس بعده خوف، وسعادة ليس بعدها شقاء. واختر لنا طريقا يسعدنا، طريقا لا يشقينا، طريقا ترضاه لنا ثم ترضينا به. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.